يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أردت أن أذهب إلى المدينة يقول لي بعض الناس بلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الفعل صحيح؟ يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم كفاك المؤونة عن هذا التكلف، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فصل على الرسول وسلم عليه في أي مكان، في المشرق أو في المغرب، وستبلغ، يتبلغ هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. ليس بحاجة أنك توصي واحد أن يروح للمدينة ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم نيابة عنك. نعم.